مراد باتنا لاعب نادي الفتح واللي سجل هدف الفتح في المباراة مع زميلنا خالد الشعبي بعد لقاء الشباب والفتح اليوم. الحمد لله المباراة كانت مباراة قوية بين فريقين، يعني اللي كنظن أن فريق الشباب من زمان ما انهزمش من في الميدان ديالو، فمباراة كانت صعبة. اللاعبين قدموا مستوى كان كبير، بقينا مأمنين، تسجل علينا هدف في الشوط الثاني وبقينا مأمنين لآخر دقيقة باش أننا نسجلوا هدف التعادل. فالحمد لله المدرب جا جديد، تقريبا اشتغلنا معاه يومين قبل المباراه، واليوم يعني نقطه ايجابيه بالنسبه لنا اننا نعاودوا باش عندنا الوقت باش اننا نشتغلوا، خصوصا كاين التوقف ديال المنتخب، فعندنا وقت اننا الهدف الحمد لله. فدائما كنشكر الزملاء ديالي دائما اللي كيساعدوني انني باش نسجل اهداف جميله، فالتركيز ديالي دائما هو انني نعاون الفريق ديالي باش انه يحصل على 3 نقاط. فالحمد لله الا كانت اهداف جميله فشيء جميل بالنسبه للجمهور انه يستمتع بالاهداف جميله. انت ذكرت قلت انه الشباب اليوم خسرناه، تعتبر النقطه لكم فوز؟ بالنسبه لنا نقطه خارج الميدان امام فريق يلعب على الدوري، فريق اللي من زمان ما انهزمش، فبالنسبه لنا نقطه ايجابيه. فالحمد لله نتمنى اننا نفس الشغل ونفس عندنا وقت باش اننا نشتغل مع المدرب الجديد عشان نحقق نتائج ايجابيه ان شاء الله.